علموا أولادكم كيف كان يعفو النبي، علموا أولادكم كيف كان يقتصد النبي، علموا أولادكم كيف كانت دموع النبي، كيف كان يربط الحجر على بطنه رضا بقسمة الله، علموا أولادكم كيف جاءت الدنيا كلها تحت قدميه ويقول له جبريل يا رسول الله لو شئت جعلت بطحاءها لك فضة وذهبا، قال لا، أحب أن أجوع يوما فأتضرع فيه إلى الله، وأحب أن أشبع يوما فأشكر فيه الله. علموا أولادكم كيف كان يأكل ويقول أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يأكل كما يجلس العبد. علموا أولادكم كيف كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي كان يقوم بيته ويعاون أهله ويعيش في خدمتهم كما يفعل الرجال. علموا أولادكم كيف وهو الذي كان بقوة 40 فارس من رجال الله، ذلك الذي كان يعفو عند المقدرة. علموا أولادكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن أمم طغت وتكبرت بقوله إنما أنا رحمة مهداة، بقولي رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.